في مثل هذا اليوم 23 من شهر شوال سنة 310 للهجرة القمرية توفي المفسر والمحدث والفقيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. كانت ولادته في مدينة طبرستان بإيران عام 225 للهجرة القمرية، وكان إماما في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وسافر إلى مدن كثيرة للدراسة والتزود من العلم. تميز الطبري بزهده وحذره من الخوض في الشبهات أو المحرمات، وقد ذكر أنه كان يعتاش من المحاصيل البسيطة التي كان يزرعها في أرضه، هذا وقد كان غير مهتم بزينة الدنيا ومغرياتها، ولم يكن يقبل أن يأخذ الهدايا أو العطايا من الحكام أو الملوك، ولم يكن ممن تأخذهم في قول الحق لومة لائم. كان صائلا للسانه فلم يؤذي أي أحد بكلامه حتى إن أساء له، إذ كان يترفع عن الإجابة والرد، هذا وقد كان عفيف النفس عزيزا لا يسأل أحدا حتى وإن ضاقت به الدنيا، هذا ويشار إلى أنه كان متواضعا ولم يتكبر يوما رغم مكانته الكبيرة، فعندما كان شخص يوجه إليه دعوة كان يلبيها ولا يخذل، كما كان مسامحا يعفو عن الإساءة والأذى وشجاعا لا يهاب قول الحق. ومن أهم مؤلفاته تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري وتهذيب الآثار، وهو جامع للحديث وجامع البيان في تفسير القرآن، ويعرف بتفسير الطبري واختلاف الفقهاء، وأحاديث غدير خم يذكر فيه طرق حديث الغدير وفضائل أمير المؤمنين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.